رجل تزوج امرأة وخلفت له أولادا ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها وتصدق بثلث ماله على أولاد ابنته، وبعد أن تم هذا توفي أحد الأولاد المتصدق عليهم، فبعض الناس يقولون إن هذا الولد المتوفى ليس له نصيب من صدقة جده، علما أن والده موجود وكذلك والدته وإخوته، فهل يأخذون نصيبه على أنهم وارثين له أم لا؟ هذا بحسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم، إذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم، ملكهم هذا الشيء، نعم، فإنها تكون ملكهم ويكون ملك الابن المتوفى لورثته من بعده. أما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف، إذا كانت من باب الوقف على أولاد ابنته فهذه تختص بالأحياء، ومن مات ينقطع نصيبه، ويجرى فيها على حسب شرط الواقف، الترتيب وعدم الترتيب بين المستحقين والبطون مثلا، لكن لا يستحق أهل البطن الثاني شيئا مع وجود أحد من البطن الأول، وهذا يدخل في نظام الأوقاف، ترتيب البطون وعدم ترتيبها بحسب نص الواقف، إذا كانت هذه الصدقة المذكورة من باب الوقف. نعم. جزاكم الله خيرا. فلا بد من الرجوع إلى القاضي في هذا. نعم. هو اعتبرها كقيمة لهذا الثلث من المال الذي استولوا عليه. نعم، وكذا حتى بيع الوصية بما ذكره السائل وصحة هذا البيع وعدم صحته، هذا يحتاج إلى نظر من القاضي. نعم. لأن النظر في الوصايا والأوقاف هذا من اختصاص القضاة. نعم.